في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في النزال الأسطوري وقيم ليلة أمس بين البطل الأسطوري المسلم حبيب نور محمدوف وخصمه الدموي جاستن غيتشي، وكيف استطاع حبيب السيطرة على غيتشي وسحقه بلا رحمة وبشكل مذهل. وسنعرض لكم ذلك الخبر الصاعق الذي أعلنه حبيب بعد النزال، وهو خبر اعتزاله القتال بشكل نهائي، وسنخبركم بالسبب في ذلك. فتابع معنا هذا المقطع إلى النهاية ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. بعد انتظار دام لمدة 6 أشهر حان الوقت أخيرا لأهم نزال في هذه السنة، وبعد وصول البطل الداغستاني حبيب نور محمدوف إلى جزيرة النزال في أبوظبي قادما من معسكره التدريبي في دبي برفقة فريقه ومدربه، ووصول البطل المؤقت للوزن الخفيف جاستن غيتشي قادما من الولايات المتحدة الأمريكية برفقة والديه ومدربه. وفي أسبوع مليء بالإثارة والتشويق رأينا البطلان يتبادلان الاحترام، وكان كل منهما يعلم مقدار القوة لدى الآخر. قد نجح كل من المقاتلين في مرحلة الوزن، وحان الوقت أخيرا لأحد أكبر النزالات في تاريخ الوزن الخفيف. وفي دخوله إلى القفص كان النصر الداغستاني واثقا من نفسه ومركزا في تنفيذ خطة الأب، بينما كان غيتشي يدخل القفص كعادته في رأسه خطة واحدة، إما أن أقضي على الخصم حبيب أو يقضى علي. وأخيرا أعلن الحكم بدء النزال بعد جولة أولى جنونية، حيث رأينا حبيب وغيتشي يتبادلان الهجمات في وسط القفص. ورغم شهرة غيتشي بضربته القاضية لم يكن حبيب خائفا من قوته أبدا. في نهاية الجولة الأولى تمكن حبيب من تطبيق حركة الإسقاط باستخدام تكنيك المصارعة الذي يميزه عن الباقين، لكن لم يكن الوقت كافي للإخداع جاستن بسبب انتهاء الجولة الأولى. وبين الجولتين كان غيتشي مرهقا وتظهر على وجهه علامات التعب والهزيمة، وعند بداية الجولة الثانية تمكن منه حبيب أخيرا وأسقطه أرضا وطبق عليه حركة مشلت الخنق والتي تسمى بتريونجل، واضطر غيتشي للاستسلام. وأصبح البطل المسلم حبيب نور محمدوف يحمل سجل كله انتصارات ب 29 انتصارا مقابل لا خسارة، لكن مباشرة بعد المباراة تغلبت عليه العاطفة وانهار باكيا أمام الجميع بسبب تذكر والده الذي كان يرافقه طوال مسيرته. وبعد النزال مباشرة أعلن حبيب اعتزاله. ما شاء الله على بطل الأبطال المسلم حبيب نور محمدوف الذي دخل إلى التاريخ من أبوابه الواسعة ب 29 فوز متتالي واعتزاله في القمة وبدون أي خسارة. هذا ما نسميه بفخر المسلمين أجمعين. سلام.